فيما يتعلق بإقرار قانون الخدمة خدمة العالم، ما مدى أهمية أن يعرض مشروع هذا القانون قبل تشريعه على منظمة المجتمع المدني وعلى خبراء لا سيما في الاقتصاد، على اعتبار أنه هذا القانون وبعد إقراره بحاجة إلى مساهمات مالية قد تضر أو تنفع الاقتصاد العراقي؟ هذا القانون حقيقة هو ضد الرغبة الاقتصادية التي حقيقة وضع المشرع العراقي أسس لها بعد 2003. بعد 2003 كانت الفكرة دورة مؤسسات تعمل على تفعيل الدور الحكومي لأجل تنشيط القطاع الخاص. استمر الموضوع إلى سنة 2021، فشلت الحكومات المتعاقبة في تنشيط القطاع الاقتصادي الحكومي وفشلت في تنشيط القطاع الخاص بسبب الفساد وسوء الإدارة. طبعا اللي يصير بالشارع الان شنو؟ الشباب العراقيين يتخرجون ماكو عمل، محاصرين الحكومه، تعالوا سووا لنا عقود، حاصروا وزارات، يضغطون على الحكومه تعالوا عينونا. للاسف بعض المقربين من الحكومه اقتصاديا مع بعض الامنيين استشاروا على الحكومه السابقه، واعتقد هذه الحكومه للاسف ستمشي كذلك بنفس الاستشاره. بدل ما الشباب محاصريكم ويركضون ورا الحكومه كل ساعه مظاهره ومسقطين ما ادري شنو، انتم حاصروهم. رجعوا قانون الخدمة العسكرية يخدم لهذا سنة ونصف إلى سنتين، بعضهم 9 أشهر. طبعا هذه الخدمة هي في وسط فساد عالي المستوى، أتكلم مع حضرتك فساد عالي المستوى، يعني إذا واحد يطلع بطاقة وطنية أنا مقدم على البطاقة صار لي 6 أشهر، نعم إذا طلع دفتر خدمة عسكرية تدفع رشاوى لحد ما تقول بس زين. فحقيقة أخذت الحكومة بهذه المشورة، يقول لك بدل ما أنا الشباب محاصريني ويدوروا مني شغل والتعيينات، أنا راح أصير أخوفهم، أنا راح أصير أحاصرهم بهذه المنطقة، تعال اخدم انت في اسوأ المعسكرات، تعال تروح تخدم. زين للاسف بعض الذين لا يفقهون في الاقتصاد شيء يقول لك لا خلي يروح يشتغل له سنه سنتين حصل له 750 الف بالشهر زينه. صدقني وانا مسؤول عن كلامي، اذا 750 الف يقدر يدفعها رشوه حتى بس يقدر يروح ويرجع بما هو طبيعي، هذا كل الزين الوضعيه. فلتستعد الاسره العراقيه، ان مضى هذا القانون الحقيقه انا اعتبره من انظمه الدكتاتوريه. شنو الدكتاتوريه؟ الدكتاتوريه قانونين، تجنيد عسكري وقانون اللي هو قانون الطوارئ، هسه حتى راح يحطونا واحد يبقى بس الثاني. زين حتى تستعد الاسره العراقيه، مثل ما تجمع على مود يودون اطفالهم للمدارس، مثل ما تجمع على مود يودون اولادهم للكليات، خلي يجمعون على مود يدفعون بدل، خلي يجمعون على مود يدفعون رشاوى للضباط والمؤسسات العسكريه الفاسده. هذا القانون ضد الاقتصاد العراقي حقيقه، ونحن نرفضه جملة وتفصيلا. صار لنا 5 سنين يقولون تعال سوي مدن صناعية ما يقبلون. مدينة صناعية تكلف نص تريليون، راح يصرفون بالسنة الواحدة 5 تريليون على معسكرات وسجون وإدارات وأسلحة وغيرها. مدينة صناعية ما قبلوا يسوونه. نعم.